الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم باعتذار للشعب المصري عبر بيان رسمي بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقام حالياً في كوت ديفوار من دور الـ16 أمام منتخب الكونغو. أكد اتحاد الكرة في بيانه أنه هيعقد اجتماع يوم الحد الجاي لإصدار بعض القرارات المهمة. من الأخبار اللي عملت ضجة امبارح في الأوساط الرياضية إن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح في إنهاء صفقة عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمدة موسم ونص، وده خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. نادي المصري البورسعيدي أعلن بشكل رسمي عن رابع صفقاته في موسم الانتقالات الشتوية بضم محمد طارق لاعب نادي الزمالك الصاعد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونص. ومحمد ممدوح هاشم قائد منتخب مصر لكرة اليد أعلن انتقاله إلى نادي سران الفرنسي، ويتم اللاعب اتفاقه مع الفريق الفرنسي وقع مع سران الفرنسي لمدة 6 شهور. نادي ليفربول فاز على نادي تشيلسي بنتيجة 4-1 في المباراة اللي أقيمت ما بينهم على ملعب أنفيلد في قمة منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وعزز نادي ليفربول صدارته في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، وجاء فريق تشيلسي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة. وأتلتيكو مدريد حقق الفوز على فريق رايو فاليكاتو بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم في الجولة 20 من مسابقة الدوري الأسباني. حافظ أتلتيكو مدريد على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 47 نقطة، ووقف رصيد رايو فاليكانو عند 24 نقطة في المركز الـ13. فريق برشلونة فاز على أوساسونا بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت ما بينهم وبالمواجهة المؤجلة من الجولة 20 من بطولة الدوري الأسباني. تواجد فريق برشلونة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 47 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو، وأوساسونا في المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 26 نقطة. مانشستر سيتي فاز على بيرنلي بنتيجة 3-1 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، واحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة بالتساوي مع أرسنال، وبيتبقى للسيتي مباراة مؤجلة، وقف رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير. فريق توتنهام فاز على برنتفورد بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة البريمير ليج، ويتقدم فريق توتنهام للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة. اتراجع برنتفورد للمركز الـ15 بعد ما تجمد رصيده عند النقطة 22.